مرحبا اصدقائي. اذا دائما في سلسله ديال بلان كونطابل ماروكان، اليوم غنشوفوا واحد الكونت جديد سميتو كابيتال بيرسونيل. كابيتال بيرسونيل هذا الكونت 1117 كابيتال بيرسونيل. اذا لو كابيتال بيرسونيل كوريسبوند ا لونسومبل دي زابور افكتويي بار ان انتربرونور لور دو لا كرياسيون دو سون انتربريز انديفيديوييل او او كور داكتيفيتي. يعني هذا الكونت ديال الكابيتال بيرسون راس المال الشخصي، فهو جميع هذاك الشيء اللي جاب هذاك المقاول مني بغى يخلق الشركه ديالو. طبعا هاد المقاوله كتكون مقاوله فرديه كتسمى انتربريز انديفيديوييل، يعني هو كيكون هو صاحب المشروع، صاحب الشركه، صاحب المقاوله، وهذه شركه خاصه وشركه ديالو هو، ديال هذاك الشخص بوحدو، يعني هو الوحيد كفرد هو مالك المشروع وما عندوش شركاء او مساهمين داخلين معاه في هذه الشركه. يعني هذاك الشخص فين ما كيجيب شي حاجه، فين ما كيجيب شي فلوس، فين ما كيجيب شي ارض، فين ما كيجيب شي سلعه، فين ما كيجيب شي حاجه، فهو كنديروها في هذا لو كونت كابيتال بيرسونيل. هذا الكابيتال بيرسونيل فيه واحد لو سو كونت تحت منه 11171 سميتو كابيتال انديفيديوييل. 11171 كابيتال انديفيديوييل، هذا الكونت 11171 كابيتال انديفيديوييل اي كريديتي لور دون اوغمونطاسيون دو كابيتال بار لو ديبي دي كونت داكتيف ايموبيليزاسيون مارشانديز تريزوري. اذا هذا لو كونت 11171 كان كريديتيوه مني كنزيدو في راس المال، وفي المقابل كنديبيتيو هذيك لا ماشين ولا هذاك الترونسبور ولا هذيك الباتيمون ولا هذيك لي موبيليزاسيون اللي جاب هذا المقاول، اولا الا جاب شي سلعه وبغى يزيدها في راس المال مع راس المال، اولا الا جاب شي فلوس وبغى يزيدهم في راس المال. اذا هذا كلهم اولا كنكريديتيو بار لو ديبي دو ريزولتا بينيفيسيير رياليزي ان لاني بريسيدونت. يعني داك المقاول فاش كيكون حقق شي ارباح العام اللي فات مثلا وبغى يرفع من راس المال ديال المقاوله ديالو، فكنكريديتيو هاد لو كونت 11171 وكنديبيتيو هذاك لو ريزولتا اللي هو بينيفيسيير اللي حققنا داك الارباح اللي حققنا، وكان ديبيتيوه بار لو كريدي دو ريزولتا ديفيسيتير دو لاني بريسيدونس. الا كنا حققنا واحد الريزولتا اللي هي سالبه يعني خساره وبغينا هذيك الخساره يعني نمتصوها يعني نحيدوها من الكابيتال، كان ديبيتيو هاد لو كونت 11171 وكان كريديتيو هذاك لو ريزولتا ديفيسيتير. دونك في حاله ما الا بغينا نزيدو في لو كابيتال انديفيديوييل في الكريدي كنديرو حدا 1117 كابيتال انديفيديوييل وكنديبيتيو يا اما شي اكتيف دي موبيليزي ولا شي كونت ديال لاكتيف سيركيلون ولا شي كونت ديال كونت دو تريزور. في حاله ديال لانكوربوراسيون دو ريزولتا بينيفيسيير او كابيتال انديفيديوييل، يعني في حاله الا بغينا ندخلو واحد الريزولتا اللي هي ربحناها في الكابيتال كنكريديتيو لو كونت 11117 كابيتال انديفيديوييل وكان ديبيتيو لو كونت ريزولتا ابري امبو. في الحاله ديال لامبوتاسيون دو ريزولتا ديفيسيتير سور لو كابيتال انديفيديوييل، في حاله الا كانت عندنا واحد الريزولتا خساره وبغينا نحيدوها من الكابيتال كنحسبوها على الكابيتال، فكنشدو كنكريديتيو لو كونت ريزولتا ابري امبو وكنديبيتيو لو كونت كابيتال انديفيديوييل. هاد لو كونت كابيتال بيرسونيل كاين تحت منه واحد سو كونت اخر 11175 اللي هو كيتسمى كونت دو ليكسبلواتون. كونت دو ليكسبلواتون، اذا هاد لو كونت دو ليكسبلواتون اي ديبيتي بار لو كريدي دان كونت دو تريزوري او داكتيف سيركيلون بور لو مونطون دو سكو لونتربرونور ا بريلفي دو سون انتربريز ارجون مارشانديز. دابا واحد المقاول عنده الشركه ديالو بغى يهز منها السلعه اولا بغى يهز الفلوس من لا بنك اولا بغى يهز الفلوس من الخزنه ديال الشركه. اذا اشنو كنديرو؟ كنديبيتيو هاد لو كونت 11175 كونت دو ليكسبلواتون وكنكريديتيو اما بنك ولا كاس اولا كنكريديتيو مارشانديز داكشي اللي خدا. يعني هاد الحاله هادي كيف كتشوفوا كنديبيتي 11175
compte de l'exploitant ou qu'un crédité imma compte d'actifs circulants ou la compte de trésorerie. ايضا هذا لو كونت 11000 هذا لو كونت 11175 اي كريديتي بار لو ديبي دان كونت دو تريزوري او داكتيف سيركيلون بور لو مونطون دو سكو لونتربرونور ا ريستيتوي ا سون انتربريز ارجون لا مارشانديز اكسيتيرا يعني كان كريديتي هذا لو كونت 11175 كونت دو ليكسبلواتون او كان ديبيتيو اما تريزوري او لا اكتيف سيركيلون بالنسبة إلى هاد المقاول رد شي حاجة للشركة بغي يرد مثلا شي سلعة بغي يردها بغي يرد شي فلوس بغي يرد شي حاجة في البنك بغي يفيرسي شي حاجة في البنك يردها للبنكة بغي يرد شي فلوس للخزنة فكان كريديتي 11175 بالمونطون ديال داكشي اللي بغي يرد للشركة وكان ديبيتي وداكشي اللي جاب يا إما أكتيف سيركيلون أو لا كونت دو تريزور. إذا on peut toutefois mouvementer directement le compte 11117 يعني حنا كنقدروا نخدموا مباشره بلو كونت 11117 بلا ما نديتايو كابيتال انديفيديوال ولا كونت دو ليكسبلواتا يعني كل اوبيراسيون غنديروها على الكابيتال كيديرها المقاول دونك سواء غيهز من سواء غيهز من الشركه يهز شي حاجه غيهز شي فلوس اولا غادي يهز شي حاجه من الشركه باش يستعملها استعمالات شخصيه اولا باش اننا ان شي خساره نعوضوها من الكابيتال نحيدوها من الكابيتال اولا شي زياده بغينا نزيدوها في الكابيتال فممكن اننا نشتغلوا ديريكتومون بهذا لو كونت 1117 كابيتال بيرسونيل. اذا كنتمنى تكونوا استفدتم من هذه المعلومات بالتوفيق والى اللقاء مع كونت جديد ان شاء الله.